مثل حد القوس نشاب عواها يوفها شفت الحصان العود قده وملك حيلة ورك تاخذ من عضاها والبدن من ساح والمركب محد في محاني ضلعها ظالم قفاها غزلها من سوج من ريش المخد من نعومة ينبها لمسك حفاها الركض شدة وشدة همست شدة والسبوك النادرة كل يباها الركض جاهز سبوك مستعدة جاهزة ما شيخ اللي في مدورة. هكذا التواصل أيها الحفل الكريم، تابعنا الشوط الذي انتهى وكانت الذيبة هي من كسبة الناموس والانتصار. شكرا لمالك الذيبة عبد الله بن سعيد بن سلطان بالغميس الشامسي، شكرا على هذه المشاركة مع الذيبة وهذه الذلول. شاركتنا عدة مشاركات ولم تذق طعم الهزيمة، شكرا على هذه الأبداع وسلام في الأهزاع، سلام على هذا الفوز والانتصار. انطلاقة شوطنا سابع على أشواط القعدان المحليات الأصايل سن الإذاع والامتاع في هذا الانطلاق. مقدمة الشوط المركز الأول والصدارة العابر مع المركز الأول، عابر القارات مع المركز الأول على صدارة سعيد بن محمد بن طويلب المنصوري مع العابر على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني عنيد محمود بن مسلم بن سالم الينيبي قدم عنيد مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث أتابع المركز الثالث والرابع والخامس، المركز الثالث هناك تابع لي وأشوف التقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. هذا الوصول مع سراب حمد بن سهيل بن محمد بن هدفة العمري يقدم سراب مع مستوى المركز الثالث. الرابع وصل متعب حمد بن دغمال بن راشد الغيلاني يقدم متعب مع المركز الرابع. والخامس من هناك مع المركز الخامس ومن بعد الخامس. شوفوا لي هذه القعادين المحليات الأصايل وهذا التقدم من خلال تواجد منحاش العود بن حمد حمد بالعود بن سعيد العامري مع منحاش يا سلام عليك يا منحاش. شوف تابع مع المركز الخامس وتابع لي المركز اللي بعده، تابع لي المركز اللي بعده في هذه اللحظات. هذه القعادين التي لم يستهان بهن يا سلام. شوف ايضا مواقعها 23 يبلغ النصاب، 23 يبلغ النصاب في هذه اللحظات. القعدان المحليات الأصايل يا سلامي على هذا التحدي، يا سلامي على هذا الإبداع والإثارة. لكن أشوف شيء في الشوط، أشوف خطر فيه من الصفوف الخلفية، خطر لسكان الصدارة، اللي يبى يروح واللي يبى ينتظر. انتصفت المسافة يا سلامي على ابن طويلب وعلى أيضا ممثل البشاير الدايم. هذا هو أيضا ممثل البشاير الدايم
ما اطلقنا عليه هذا الاسم من فراغ، الا بعد ايضا عنا طويل وسهر الليالي وكافح مكافح طويل طويل للغايه لين ما حصل هذا الاسم. الربع هذا الاسم عندما يجيك ايضا هناك ممثل المشاير الدايم وممثل العراد الدايم وكذلك ايضا المتمرد وغيرهم وغيرهم من الاسامي العملاق الخطيره، ما نعطيها الاسم ايضا بس من باب نرويح ومن باب سهل، الا بعد سهر طويل وعنا ومتابعه وايضا ايضا دخول خطر وسهر ليالي، ومثل ما قالوا من سهر الليالي كملوا يا الجمهور ما بكمل انا. هذا هو ايضا محمود بن مسلم بن سالم الينيبي يقدم هذا هو ايضا على الصداره ومقدمه الشوط اللي هو عنيد 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 عنيد، ومثل ما قال ايضا الشاعر انا عنودي واحب العناد وهو لما صار عندي عنودي. يا سلام شوف هني هذا هو ايضا العابر العابر هذا من طويل ايضا من الاسامي العملاق الخطيره يمثل هذا الميدان يا خير تمثيل يجيب العلوم الغانمة أيضا من جميع الميادين. تسلم يمينك يا من طويلب مع المركز الثاني. يا سلام يا سلام المركز الثالث، وين المركز الثالث وين هذا القادم في هذه اللحظات وين هذا؟ الله هذا هو سراب وحمد بن سهيل بن محمد بن هدبة العامري، ونعم بهذا الطاري ونعم بهذه السلالة. المركز الرابع 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 هذا هو بن دغمال الغيلاني، بن دغمال حمد بن راشد بن دغمال الغيلاني من أحد أيضا شباب السلطنة أيضا يتقدمون في هذه اللحظات مع مستوى المركز الرابع. المركز الخامس اعطونا المركز الخامس، هذا يستاهل ندى يستاهل ندى. شوف الوصول أيضا من حاش من حاش 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 من حاش يا راعي الصبور حاش. يا سلام شوف للوصول في هذه اللحظات وتقدم مع شاهين سعيد بن خويدم العامري بدأ بالوصول. يستاهل ندى راعي الصبور مع مستوى المركز الخامس، ولكن هني ايضا وصول مع حشيم حشيم مع المركز ايضا كذلك بدوره وسيب بن مطر بن حمد بن عميره الشامسي. تابع للشعارات الاخرى تابع للشعارات الاخرى في هذه اللحظات وفي هذه التحديات المستمره. يا سلام ياهو خطر خلفكم ياهو خطر خلفكم، خلونا نسير مع هناك مع ايضا هذه المراكز المتقدمه في هذه اللحظات. الينيبي يا بن يامر يا بن يامر يا سلام عليها يتقدم مع صداره مع مقدمه الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات وفي هذه التحديات. عنيد 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 وتحرك المتحركون، لكن شيء في الشوط اقول بعد مره ثانيه شيء في الشوط. يا الربع يا الربع اللي بالشرد الشرد قربت الامور قربت الامور وقرب الكيلو المتر الاخير ومن حاش هاش 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 من حاش هاش من حاش مع المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذه التحديات. الغيلاني 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 يا بن دغمال يا حمد يا بن راشد يا بن دغمال يا الغيلاني هدي الامور يا الغيلاني. من حاش والعصا في الابطال ما حد قال له شيء، والله هنه الشامي هذا صاحب الشامي لا تنسونه هذا هو. يا سلام يا الرقص يا سلام الغيلاني والله هنه ثابت وجوده في هذه اللحظات مع اللي هو متعب حمد بن دغمال بن راشد الغيلاني. حمد بن دغمال بن راشد الغيلاني مع متعب ومن حاش مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. قرب خط النهاية قرب، ولكن هناك شيء هجوم هناك بعد مرة أخرى أيضا هجمات أيضا والغذف مستمرة أيضا في هذه اللحظات نحو الصدارة، لكن الغيلاني 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 متعب. يا سلام سلام سلامي عليك سلامي عليك يا الغيلاني مع متعب في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة مع اللي هو متعب على مقدمة الشوط. حمد بن دغمال بن راشد الغيلاني سلام للسلطنة وسكانها سلام للسلطنة وسكانها في هذا الصباح، وسلام إلى قعلان سلام مع اللي هو أيضا متعب حمد بن دغمال بن راشد الغيلاني. لك التحية على هذا الفوز والانتصار مع اللي هو متعب. المركز الثاني من حاج حمد بن عود بن سعيد العامري، المركز الثالث كان الوصول من خلال تواجد الوسمي والدودة بن سالم الأسود، المركز الرابع المركز الرابع كان وصول مشاهد الكرام في هذه اللحظات وبهذه التحديات اللي هو هداد وحامد بن محمد بن سالمين العامري، والمركز الخامس
كان أيضا وصول حشيم وسيف بن مطر بن حمد بن مطر بن حمد بن عمير الشامسي يتقدم على المركز الخامس مع الأمتار الأخيرة وتوقيت الزمن 9:21. تهلين وناموس مع متعب حمد بن دغمال بن راشد الغيلاني وسلام قعلان سلام في هذا الصباح محمد على ظهر متعب وبيض الله وجهك على هذه المشاركة الممتازة.